مناشد الاخوان اللي عندهم اللي هما غايرين على المدينه وغايرين على هذا السبيطار هذا بانه كتوقع فيه مجازر وكوارث. وخير دالي راه غير في اسبوع شوف شحال من واحد مشى من تما. اليوم انا كنمشي وكنتعرضوا للاهانه وحتى واحد ما كيديها فينا، راه ما كاينش منظومه صحيه في جراده. لما المسؤولين هذه ساعه وحنا كنا تما ولا ثلاث سوايع وجينا دابا حنا باب العماله ولا حتى شي واحد من سول ولا قال لك شنو كاين. كناشدوا الناس اللي هما غايرين يلتحقوا، لان الاخوان ديالنا راهم يلتحقوا لباب العماله وكننتظروا الناس اللي هما غايرين على هذا المجلس يلتحقوا بينا هنا. انتظروا الاخوان يلتحقوا بنا حدا العماله. لان صراحه راه ما كاينش منظومه صحيه هنا في جراده، غادي نقولها منظومه صحيه في جراده راه ما كاينش، واللي بغاها يمشي يوقف عليها الفوق في الطبيب، ولما تجي تهضر كلشي يبغي يطير عليه. لان حنا غادرنا تما لان باش ما يتطبق لنا شي، لان راك عارفين هذوك راه في الساعه كيبغيو يلصقوا. ولما تهضر كيقول لك لا راح تشكي، راه حنا جينا للعماله نشكي وفر هذا العمل ولا مسؤول، راه حتى مسؤول ما كاين هنايا. لما نشكي وما نعرف انا اقسم برب الكعبه ويوقع لما شي حاجه، اقسم برب الكعبه معايا باش نقولها لكم.